احنا نفس سؤال... لا سؤالك لا بجاوبك لا بسؤالك انا مش متقرب لان انت عارف انا سؤالي ايه سؤالك وبجاوبك ايه سؤالي استنى قول للناس سؤالي ايه قول سؤالك ان الملاك ضال له ليقوي هل هو ضعيف هل الروح الله مش موجودة انا فيها انا ما سألتش عن ضعف كلامك غلط انت عارف انا سألت ايه قلت لك هل خرج منه اللاهوت ساعة ما كان بيقوي الملاك هو ده سؤالي انت بقى قعدت نسوت وما نسيت ده مش يعني بدك اجابه نعم او لا ولا بدي اوضح لك الجواب بدي اقول لك نعم ولا ولا اوضح هل اللاهوت خرج من الهكم المتجسد ساعه ما كان الملاك بيقويه ولا كان جواه اللاهوت والملاك عمال بيساعد فيه وبيقوي فيه لا اتفضل ما خرجش جاوب منه اللاهوت لاهوت ولا ما خرجش منه مبارك اللاهوت ابدا اهو يبقى الملاك كان بيقوي الهك وجواه لاهوت لا حول الله أليس اللاهوت ظهر له المفروض دخل الملاك ربكم يعطيه قوة بدون ملاك؟ أيمن اتفضل. طب أنا أقرأ لك النص يعني ولا شو؟ زي أعطيني ما أعطيني أسألك زي ما أحمد فوزي بيسألك بيقول لك أهو لماذا لا يقوي لاهوته؟ ليه لاهوته ما يقويهوش؟ لماذا احتاج لملاك ليقويه؟ مش هو في لاهوت؟ أيوة ما كان لاهوت قواه. ماشي أمر إلى الله أنا أظن أفتح نصوص وفسر قل لي هسه انت ايه ممكن تعطيني الشاهد مرة أخرى عشان أوضح لك المسألة لوقا 22 43 ماشي حياك الله يا شهادتين ثلاثة وأربعين نعم ماشي وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون شوف أنا بقول لك ها مش قلت لك كان يصلي ها بقرأ لك من 39 وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه ولما صار إلى المكان الذي لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وانفصل عنهم نحو رمية حجر يعني قريبين إليه وجثى على ركبته وصلى المسيح جثى على ركبته وصلى قائلا ده يا الإله أبتاه يا الإله الظاهر في أبتاه الجسد إن الإله الظاهر شئت في الجسد ده اللي كان جسى وصلى ده الإله بلاهوته المسيح قصدي هو لاهوت كلمة لم الله يفارق وابن الله نسوته اسمعني نعم المسيح كلمة الله وابن الله وابن الإنسان يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وظهر له الملاك من السماء يقويه الإنسان يسوع المسيح طلب من الآب والآب الآب أداله ملاك ليقويه من السماء يقويه وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد اللجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا أنتم نيام قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة ده الآب على فكرة أنت الآن برضو شفته أمام الناس وأنا سألت سؤال الآب قلت له ودى له ملاك لماذا ليقويه أيوة ركز كده في راس سألتك السؤال بتاعك كنت قايل لك أين ذهب اللاهوت الذي فيه ولماذا لم يقويه اللاهوت أنت جبت لي الآب وناسوت و و و طب خد السؤال بنفس الكلام اللي أنت قلته قلت ما كده جبتش اللاهوت والناسوت أنا بقرأ لك النص ما الآب بجبتش اللاهوت انت والناسوت قلت في إجابتك الآب أعطاه ملاك يقويه عشان بيصلي له
انت مش بتقول ان يسوع بيقول انا والاب انا واحد؟ قلت يا ابتاه ان شئت ان ايوه تخبئ ان ايوه تجيز ايوه عن ايوه هذا عن ايوه هذه لحظه بس الكاس، لحظه ولكن لحظه لتكن لا ارادتي بل ماشي ارادتك. الاب ماشي اعطى اراده ماشي، لوحدها، بس خد بقى بالك منها، من سؤالي بقى بل دلوقتي. انت اراده الاب. اراده مين؟ ارادتك، اراده الاب. وظهر حاضر، له الملاك من السماء يقويه. ماشي، مين اللي قال ركز له معايا في الملاك السؤال، يقويه؟ مش ركز معايا في السؤال، الاب ركز معايا في السؤال. مش انت بتقول ان يسوع بيقول انا في الاب والاب فيا، صح؟ وانا والاب واحد، ومرة اني فقد رأى الاب. ازاي هو الاب؟ الاب فيه، فيه يا ويحتاج عزيزي، تقوية الآب من والابن والروح ملاك. القدس لماذا لا هم واحد في يقويني؟ الجوهر. يا الله يا رجل اصبر، خد سؤالي، خد سؤالي. طيب لماذا لا يقويه الاب الذي فيه؟ الاب اللي فيه. وبعدين انت بتقول لي هو كان بيصلي للاب اللي فيه، الاب فيه، انت بيقول عارف لك انا في الاب مشكلتكم والاب يا فيا، مسلمين؟ الاب فيه انت عارف وبيصلي له، مشكلتكم يا والاب مسلمين؟ فيه وما قواهوش وخلى ملاك تاني كلامي يقويه. ليه؟ انا، انت عارف شو مشكلتكم يا مسلمين، انت والمتابعين اللي معاك، سيبك من انكم مشكلتنا مش ورد على عارفين السؤال. يعني اب وابن روح قدس. لو تعرف شو خلي يعني اب وابن روح قدس خليك في وماذا سؤال. يقصد انا والاب واحد، ما سألت هذا السؤال خالص. خليك في لما سؤالي. تفهم الثالوث مش هتسأل السؤال معلش هذا خالص. معلش معلش، خليك في سؤالي. الاب فيه ولا مش فيه؟ مش هو قال انا في الاب والاب فيا؟ أول شيء لازم أشرح لك الآب والابن والروح القدس شو يعني لا وشو انا الثالوث، عايزك بس، عشان بعدين كده هتفهم. هنطول قوي ونخرج من النص بتاعنا. مش الاب فيه وهو في الاب؟ قال انا في الاب نضطر والاب نخرج فيا. عشان تفهم شو يعني هذا الكلام. ما نضطر طب رد على سؤال. انت وقعت التليفون ولا ايه؟ خد هنا التليفون، ما استحملش. يا فراس، فراس، ايوه معلش. فراس، هو مش يسوع قال انا في الاب والاب فيا؟ يعني ايه انا في الاب والاب فيا؟ ممكن تشرح لي النقطه دي؟ عشان هنجيبها لظهر له ملاك من السماء ليقويه، هنحطهم مع بعض ونرجع لها تاني. فخلي بالك، رد بقى، يعني ايه انا في الاب والاب فيا؟ أنا اتفضل. والآب والآب فيي في الجوهر، في الذات وفي في المعنى. ازاي؟ ايوه، اللي هو أنا ايه فاهمك يعني؟ إياه، أفهمك إياه، أفهمك إياه. معناه حلو. راح نخرج عن الموضوع وشرحه راح يطول شوي. لا لا، ممكن؟ هو موضوعنا، ما تقلقش. بشرب مي بس شوي. ايش؟ شرب الماء وحده مضر. مضر ماشي. الآب أصل الوجود، ها ماشي؟ أصل الوجود، الأقنوم الأول، الكلمة اللي هي المسيح اللي هم في نفس الجوهر. عندما صعد المسيح إلى السماء هو الآب والآب فيه، هو والآب والآب فيه. لكن المسيح كإنسان وظيفته البشرية هي أن يعطي رسالته للبشر. خليني في انا والاب والاب فيا، ما تطلعش عني. انا جاوبك عشان الملاك، ايوه، عشان عشان ما ملاك انساش. ايوه، بعد بقى انا في انا الاب عشان والاب فيا، على كمل. فكره ما بخرجش عن الموضوع. انا بحب طب يا، اطرح الموضوع نفسه. ايوه اهو الانسان جاوبني كده يسوع يعني. المسيح ايوه اعطاه سلطان الاب بان له رساله للبشر. عشان هيك المسيح انسان ضعيف، المسيح، المسيح صمغ. ضعيف. نعم. طب لما كان يجلدوه وكانوا يهينوه وكان يضربوه، كان شو طيب ها طيب كان؟ كان إله متجسد ضعيف، إله متجسد. استنى، وهم بيجلدوه، هم بيضربوه، كان اللاهوت ما جواه ولا مش دخلناش جواه؟ بمنطقات، ما دخلناش خليك معايا في بمنطقات. سؤالي، عشان لو استنى في قلت سؤالي، الإنسان يسوع قوي، هو استنى في قوي قوي سؤالي. هو، لكن ساعة ما جاوب، كإنسان هو إنسان. شوفوا شوفوا، مش عايز يسمع ازاي، مش عايز يسمع السؤال ازاي، عمال بيلف ويدور. ساعة ما كان الرومان بيضربوه وبسقوا عليه، بسقوا في وجهه يعني، وأخذوا القصبة وضربوه على راسه، ساعة ما كان لا كان اللاهوت جواه ولا ما كانش جواه؟ المسيح أو من ولادته، من سر تجسد الكلمة، لم يفارقه لاهوته ولا ولم يفارق ناسوته. يبقى